يعني انتوا متخيلين انه حدا بيصرف على حمرة 100 دولار؟ ليش يعني ليش؟ شفايف هيفا وهبي مثلا؟ والله اذا حطيتهم بتخلص من اول مرة. حلوين ويلكم باك تو ماي شانل. اذا هي اول مرة بتشوفوني معكم ام الياس، تعالوا تعالوا اشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. ما تنسوا تحطوا اللايك، والله بستاهل، انا بستاهل، تعبانة كرمالكم. يسعد لي قلبكم. ان شاء الله يكون نهاركم ابيض او ليلكم شو ما كان يكون، المهم يكون ابيض وسعيد مثل هالوجوه الحلوه. يسعد لي قلبكم. انا اليوم حنحكي عن وحده من اغلى الحمر بالعالم، كريستيان لوبيتان. طبعا كريستيان لوبيتان اول ما طلعوا انعرفوا بالشوز يلي كانوا يعملوه، بعيد عنكم، بالكعب يلي كانوا يعملوه، واحد من اغلى الكعب يلي الصبايا بتلبسه، وكمان السكربينات يلي ابدا 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 مش مريحين، بس نحن هيك مخنا يابس يا اخي، بس بنحب هيك اللوك عادي عادي. فاليوم حنحكي عن حمر كريستيان لوبيتان، وحده من اغلى الحمر بالعالم، بيوصل سعره من 100 دولار الى 150 بظن، هيك شيء. هدول انا اجاني اربع الوان. الياسو حط اللي عم ياكل دراء، حط كل الدراء عليها. شو عملت هون يا امي؟ لحظه لحتى اجيب نابكن. استنى اوكي تعال نشوف الدرجه. طبعا الباكجينج تبعهم بيعقد بيعقد بيعقد، يعني بحس صارفين مصاري اكثر على الباكجينج تبعها للحمره وللباكس كمان، يعني صارفين مصاري على المنتج من جوا. فتعالوا نشوف. اوكي هذا رقم هذا الروج 215 ام. تعالوا نشوف اللون. والله اشي فخم 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 فخم. اسمعوا انا بتعرفوا ليش ما كنت اجربهم؟ ثانك يو حبيبي. صارلن عندي زمان بس ما بدي اجربهم، لانه انا من الناس يلي اذا جربت شيء وعجبني خلص حالزق فيه، ويعني والله غاليين. والله شوفوا شفايفي، انا بدي حمرتين. الله 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 الله، والله تشوفوا لي هاللون يا حبيبي. وهي مات الحمره. مات. تعالوا نشوف معكم، انا ما جبت مرايا اليوم. يا اخي حاسه حالي فوق السحاب، فوق السحاب وانا بحط الحمرة. واو والله حاسه حالي فوق السحاب. ابو الياس جهز لي مصرياتك. حلو هذا اللون، حلو جدا. بس 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 في اللون على فكرة كتير مخملي، كتير كتير، يعني 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 ما بعرف كيف اوصف لكم اياه. بس مو مات هذا، يعني حاسة فيه شوية لمعة. شو هذا ماما؟ عطيني يا قلبي. يا ويلي الياس فضحنا على الفيديو اليوم. شايفين كيف بيعطي شوية لمعة؟ فبصراحة يعني بقيمه 8 من 10، ممكن إذا حطيت محرمة بين شفايفي ونشفته شوي ممكن ينشف، راح أجرب وأرجع لكم. هي بعد ما حطيت المحرمة صارت مات وبتعقد، عن جد شيء حلو 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 جدا، يعني من الحمر يلي أنا
مستخدميتهم وهيك البيجمنت تبعهم كتير كتير حلو، هن حمر ديور بيعقدوا عن جد عن جد بيعقدين، حمر شانيل كمان كتير بجننوا. بس هذا يعني حاطين البرايس، رافعين البرايس لا مش هي كانت هي، مشان الباكجينج يلي عاملينه هيك هذا كله يعني حقه مصاري، فمشان هيك حاطينه ب يعني بهذا السعر. وبصراحة بصراحة للأمانة يعني شكلي ححبهم. أنا مثل ما قلت لكم بستخدم حمر ديور وكتير قريب إلها، بس هذا حسيته يعني أكتر مخملي ويعني بيستاهل بصراحة. أجن هذا رقمه كان 215 أم. تعالوا ننتقل على اللون يلي بعده. اللون الثاني اسمه بيكيني ورقمه 120 أو. تعالوا نشوف مع بعض. هذا شكله جلاس. انا مو كتير بحب الجلاس بصراحة مثل ما قلت لكم، فتعالوا نشوف. ياسو ماما اتركي حبيبي، ثانك يو. اوكي هيك كمان بتيجي، وهدول بيجي معهم هيك ربطه كمان، في ناس بيحطوهم مثل العقد. لا شكرا. تعالوا نشوف هذا اللون. ريحته حلوه كتير كتير. واو 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 بابا عن جد واو. البيجمنت تبعه يعني بتحسوه كأنه عم تحطوا 3-4 لايرز ليبستيك فوق بعض، يعني هيك بتحسوه كتير سميك. انا شكلي راح اغير رايي. واو شكلي راح اغير رايي بال جلاسي ليبستكس اذا كلهم يلي بستخدمهم هيك. والله شيء فخم حلو، حبيت كثير. هي بصراحه صح ما بحب الجلاسي ليبستكس، بس هي راح اعطيها 10 من 10 لانه عن جد ولا مره حطيت جلاسي ليبستيك وطلعت هيك معي. واو 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 جريت جاب كريستيان لوبيتان. حلو ننتقل للون يلي بعده، خليكم ناطرين. رجعنا اللون يلي بعده اسمه بيرل روز، رقمه 225 اس. تعالوا نشوف. الذهبي شوف. هذا بيشبه الاول واحد يلي استخدمته 215 ام بظن. تعالوا نجرب. بحب بغرامك وبلاقي لونك. لون مش عادي. شو رايكم؟ انا حبيت بصراحه، انا وقعت بحبهم. لاموني بحبك لاموني يا عيوني. again هذا اللون كان اسمه Petal Rose 225S. بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو كان رأيكم بكل وحدة حطيتها وبكل صراحة. يلا انطلقوا. هلا ننتقل للون يلي بعده. ريحتهم بتجنن. اللون يلي بعده اسمه
اريزا، ان شاء الله اكون عم بنطقه صح. رقمه 150L، 150L. تعالوا نشوف اخر لون مع بعض. هذا شكله تبع الباربيات، هذا اللون. حلو 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 حلو. اكثر باكجينج عجبني اللي كله ذهبي بيجي، بس هذا حلو كمان، يعني بيورجيكم اللون يلي جوا. اخر ثلاثه بعطيهم 10 من 10، الا اول وحده 8 من 10، لانه كان لازم تكون مات، بس المات تبعها مو المات يلي انا بحبه. بس بصراحه غيرت رايي، يعني بيسوا حقهم. متعوب على الباكج، على البيجمنت، يعني اشي فخم 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 بصراحة، جدا جدا جدا. وانا من الناس اللي عندي مشكلة بشفايفي، يعني في هيك بامبس، شفايفي بامبي ومو كل حمرة بتلبق لهم، بس بصراحة هدول الاربعة يعني بيعقدوا بيعقدوا بيعقدوا. وشفت لون تاني، اللون الاحمر، الله، لون الديبة اللي بيجن. انا كثير بحب اللون الاحمر، فتت على الويب سايت تبعهم وشفت لكم اللون الاحمر عندهم، دمار، بيعقد. ان شاء الله راح اجيبه قريبا واعمل لكم ريفيو وورجيكم اياه، شيء كثير حلو. واذا حبيتوا اعمل لكم ريفيو عن اي منتج ثاني اكتبوا لي اياه تحت بالتعليقات. بحبكم كثير كثير، شكرا لحسن المتابعه والاصغاء. ان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. اذا ما عملتوا اشتراك لقناتي انا هزعل منكم. اشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. بحبكم، روحوا روحوا، باي.